أسس عام 1951 ذي يترك مهملا بعد عام 2003. نادي الأعظمية الرياضي من أعرق النوادي البغدادية التي خرجت مئات الأبطال على كل المستويات والألعاب الرياضية، يعاني هذا النادي اليوم من أبسط مقومات النجاح. أكوام النفايات تملأ باحته وساحته مهملة خربة وسط مطالبات بإعادة تأهيله بعيدا عن أيدي الفاسدين الذين أوصلوه إلى هذا الحال بحسب رياضيين. نطالب الجهات الحكومية العليا والجهات الخيرة بالانضمام وتأهيل نادي الأعظمية الرياضي بما يحويه من أبطال ولعبات خرجت كثير من الرياضيين الأبطال على مر العصور. احنا ناشد المسؤولين مثل ماكو هسه حملة بالأعظمية نشوف حملة خلينا نقول تبليط تزيين المنطقة كاملة، فاحنا يا ريت ناشدهم نقول يعني مثل ما سويتوا الشوارع سويتوا الساحات ومشكورين بها، همنا يا ريت انه تجون تشوفون النادي، هذا النادي اللي بإرث كبير جدا، حرامات يا ريت انه ولو شيء بسيط له حتى يلم شباب الأعظمية. مو الشباب الأعظمية، اكو من مناطق غاير يريدون يجون ايضا يتمرنون هنا. لأنها تمثل المدينة في السلطة الرقابية، تقول النائبة عائشة المساري: طالبت وزير الشباب والرياضة بشكل مباشر بإعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة في نادي الأعظمية والعمل على إحياء رونقه السابق بعد أن ظل لسنوات عديدة لا يقدم شيئا مما كان يقدمه للمدينة. نادي الأعظمية هو مهمل جدا، فقمت زيارة إلى وزير الرياضة والشباب بخصوص هذا الموضوع في سبيل تأهيل نادي الأعظمية الرياضي، ووعدنا خير وزير الرياضة والشباب، ووعد أنه خلال الموازنة القادمة عندما يعني تكون جاهزة إن شاء الله حيتم تأهيل هذا النادي. هذا النادي عريق جدا إضافة إلى النوادي الأخرى، ونحن أول أولويات اهتمامنا بهذه الشريحة المهمة إضافة إلى شريحة النساء والشرائح الأخرى، وإن شاء الله بعد الترميم اللي حيحصل لهذا النادي يعني إن شاء الله حيستقطب يعني شباب كثيرين بهذا الخصوص. لم يبقى لهذا النادي العريق سوى الاسم الذي كان يلمع في البطولات الدولية والمحلية، بينما الأوساط الرياضية هنا في الأعظمية تلقي مسؤولية انهيار النادي واندثاره على عاتق الإدارة التي تحوم حولها شبهات فساد بحسب رياضيين. أنس يوسف، قناة الفلوجة، بغداد.